133. أوكوث من كينيا، من كينيا البلد الكبير في قارة إفريقيا. كينيا، كينيا اللون الأحمر هو كينيا، هو بلد كينيا. البلد الكبير في قارة إفريقيا، حيث الشمس حارة والفيلة والأسود تتجول في الغابات الكثيفة، وقطعان الغنم والبقر ترعى في المراعي الخصبة، وتغني الطيور ذات الريش اللامع الملون في أعلى الشجر، ويستحم وحيد القرن في وحل أنهارها. نروي لكم قصة بطولة أكوث. أكوث صبي بلغ من 9 من عمره. هذا يوم مهم في حياته. لقد أتى جده لزيارته، واصطحبه ليشتري نعجة يختارها من سوق القرية ليرعاها ويعتني بها كالشبان الصغار، كالشبان الكبار. إلى السوق سار الجد في المقدمة، تتبعه الأم مستقيمة القامة طويلة، توازن رأسها سلة كبيرة من الفاكهة، ومشى أوكوث وراءها وراءهما. كم أعجب أوكوث بعقود الخرز الملونة والأقنعة الخشبية المعروضة في السوق. ما اقتربت منه نعجة صغيرة فاختارها واشتراها له جده كما وعده. فقال أوكوث فخورا: سأعتني بها أحسن عناية. ثم ترك جده وأمه يتبادلان أطراف الحديث، وحمل نعجته عائدا إلى الدار والشمس تغيب. فجأة سمع عواء من بعيد، وبدأ يرتجف من الخوف، ولكنه سرعان ما التقط حجرا كبيرا حادا حدق في الظلمة، فتبين له شكل ضبع مخيف يقترب ويتوقف، وارتعدت مفاصل أوكوث، ولكنه استجمع كل شجاعته ورمى الحجر، وسمع زمجرة ثم أنينا. لقد أصاب أوكوث المرمى وحمى نعجته. أكيد سيفتخر به جده وعائلته.